اهلا، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. عارفه ان انا غايبه عنكم بقالي فتره طويله، ما بقتش اظهر معاكم في الستوري على طول، فقررت النهارده ان احنا نهتم بنفسنا كده شويه وندلع بشرتنا، بما ان لقيتني قاعده فاضيه بقى كده، وكمان الواحد حاسس ان هو داخل على مود اكتئاب، فقلت يلا ندلع نفسنا. اول حاجه كده ههتم بالبشره بتاعتي، هغسل وشي بغسول هيمالايا اللي هو غسول النيم لتنقية الوجه. صراحة ده أحلى غسول بحب أستمر عليه، لأنه فعلا بينظف بشرتي، وكمان في نفس الوقت مش بلاحظ أنه هو بينشفها، فهو كويس وبينفع كمان مع كل أنواع البشرة. وهستخدم معاه الكلينينج باد دي، هي أنا بعقمها الأول قبل كل استخدام بالكحول، علشان كده ممكن تلاحظوا أنها فيها نقط مية شوية. فهغسل وشي وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه الخطوة التانية. بقى اما غسلت وشي كويس هبدأ ان انا انشفه. يفضل ان انتي تنشفي بشرتك بعد ما تكوني غسلتيها بمناديل، ممكن تستخدمي رمضان زي سوري مناديل زي دي، قرأت كلمة رمضان ما علينا. تستخدميها بطريقة الطبطبة علشان بشرتك ما تلتهبش. بعد كده بقى هستخدم السكراب ده، هو من ماي واي، صراحة بحبه لان حبيباته ناعمة جدا، وكمان في نفس الوقت مش بيلهب بشرتي قوي، وبحب ريحته جدا، هو ريحته عطية على اناناس كده، فهو حلو. فهعمل سكراب وارجع لكم. بعد ما عملت السكراب كمان منسيتش شفايفي، فعملت بيه هو كمان. هبدأ بقى ان انا ارطب شفايفي بالمرطب ده اللي هو تندر كير، طبعا عامله لكم عنه ريفيو مفصل. فهحط الليب بالم ده، وبعد كده هستخدم إبرة البثور السوداء. صراحة بتنظف بشرتي جدا جدا جدا، هي بتوجع شوية بس مش مشكلة بالنسبة لي، بما انها بتشيل كل الرؤوس السوداء اللي في البشرة، سواء بقى في المناخير او لو انتي عندك كام واحدة كده مثلا، ممكن في الجبهة او في الخدود. فهستخدمها وارجع لكم واوريكم طلعت ايه. بصوا لو في حد بيقرف بلاش يشوف الستوري دي ويعمل لها سكيب، علشان يعني متقولوش ان انا قرفتكم. ده منظر البثور السوداء تمام، والدهون اللي بتكون في مسام البشرة، وطلعتها بإبرة البثور. مش عارفة هي مش واضحة لكم قوي، بس هي دي عموما ما علينا، يعني بشرتنا بتبقى لما بلاوي الصراحة، مع العلم ان انا اصلا مش بخرج ولا بحط ميك اب، فدي جت كده وانت قاعده في البيت ما بتخرجيش. بعد كده بقى هستخدم البيلينج اوف ماسك ده من بوبانا، بحب البيلينج اوف ماسك ده جدا، سعره 35 جنيه، كنت جايباه من عند ستور دودي ستايل، هعمل لكم منشن لو حابين ان انتوا تشتروه، فهو حلو جدا. فهحطه بقى ونستنى ينشف، عبال لما احطه علشان في الوقت ده يعني هكون ببرد ضوافري تمام، لانها مش مستويه خالص، فهظبطها بالمبرد وارجع لكم بعد ما الماسك ينشف واكون بردت ضوافري. طبعا باين فيها اكتر لو ملاحظين، اهو شايفين ده كله بيبي هير من البشره، فيعتبر من الحاجات كده اللي بتخلصك من اي شعر زياده في وشك اهو. يعني عرفتوا بقى انا بحب الماسك ده ليه. بس بقى وضوافري صراحه لسه ما خلصتهاش قوي، دول الضوافرين اللي انا خلصتهم، والايد التانية لسه ده هخلصه، هخلص الايد دي واوريها لكم. فرنا حطيت الزيت القمر ده اللي انا كنت عملته معاكم اللي هو بالثوم، صراحة بيطول الضوافر وبيقويها جدا جدا. لو عايزين تعرفوا الطريقة بتاعته هتلاقوها في الاي جي تي في عاملاه معاكم، فهو حلو قوي وبيخلي الضوافر كده بتلمع وشكلها جميل. المهم بعد كده بقى هبدا ان انا احط ماسك لوشي. وصراحه في قدامي اختيارين، اول واحد استنوا كده اما اوريكم، اول واحد هبدا، هو صراحه قرب يخلص خالص، انا بحبه جدا ف مستخسره ان انا استخدمه الصراحه، فتقريبا كده هستخدم اللي هو ده الذهب ده، كنت قلت لكم ان انا كنت شاريه من عند دودي وسعره رخيص مش غالي، انما ده بقى شارياه من عند ستور اسمه يمنى ميك اب ستوديو تقريبا حاجة كده. الصراحة نتيجته فورية وتحفة تحفة تحفة، فهنفتح بقى ونحط منه. وريحته حلوة، ودي فرشة ميك اب عادي بلاشر بس صغنطوطة كده، فبستخدمها للماسكات. فهنبدأ بقى ناخد منه كده
مية لطيفة ونحطها. والصراحة كمان ينفع لتحت العين لأنه بيقلل من الهالات السوداء، هو فعلا بيفتح، فأنتي ممكن تحطي تحت العينين عادي جدا وكمان بيرطب، فهحطه وارجع لكم. وبيساب 10 دقايق بقى، خلصنا ونستنى 10 دقايق. بما اننا قاعدين نستناه فاكيد هيجي لكم تساؤلات، انا معايا علبه الهايلايتر دي بعمل بها ايه؟ اكيد مش هحط ميك اب وانام. لا انا بستخدمها علشان المرايه بتاعتها وانا بحط الماسكات، يعني مفيش عندي مرايه صغنططه، فالمرايه دي اللي في الهايلايتر يعني لطيفه، هي المرايه. فنستنى بقى ينشف ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. وغسلنا الفرشه وبقت فله جميله كده تاني. طبعا انا بشرتي لو يعني بتتكلم هتقولي حرام عليكي اعتقيني بقى لوجه الله، فعلشان كده حبيت ان انا كافئها واحط عليها الشيت ماسك ده. الشيت ماسك ده مهما قلت لكم قد ايه هو حلو وقد ايه انا مضيعه فلوسي على النوع ده بالذات من ايفون، النوع ده سعره 30 جنيه او 35 جنيه حسب السيلر اللي انت بتجيبي منها، حلو بشكل فظيع، بيرطب بطريقه ما حصلتش. فهنفتحه بقى واحطه على بشرتي، وهستخدم المرطب ده تاني لشفايفي بما اني غسلت وشي فالمرطب خف، واسرح حواجبي، هو مش هحط على حاجه على حواجبي بس هسرحها كده بيبقى شكلها لطيف. وهستخدم دي طبعا مش مسكره، دي لما المسكره فضت غسلتها وحطيت فيها ميك اب ريموفر من جوه نضفت جدا، وحطيت فيها السيرم بتاع الزيوت اللي انا قلت لكم عليه. واخر حاجه بقى هستخدم اللي هي شطه الاميرات اللي هي من شركة كليوباترا، هستخدمها الإيدية. لاحظت ان هي بترطب كويس قوي وبتفتح يعني نوعا ما، انما تأثيرها ما بيبانش بسرعة، وكمان بحب ريحتها، فانا هستخدمها ككريم للإيد كده وننام بقى. والكريم المرطب ده هو انا لو ما عنديش الشيت ماسك ده كنت هستخدم الكريم المرطب الشاي، لاحظت ان هو مرطب ينفع كمان مع البشرة الدهنية اللي بيظهر لها حبوب، كان سعر العبوة دي 30 جنيه. وان شاء الله هعمل لكم ريفيو مفصل عنها كده. وبس بقى ننام ودمتم امرات ومزاز كده. قبل ما انهي الستوري اوريكم السيرم بس من جوه بيبقى عامل ازاي، بيبقى كتير جدا جدا. ثواني هعمل لكم فلاش عشان تشوفوه، فهو كميته كبيرة، يعني انتي هتاخدي الماسك وتحطيه على بشرتك وتحتفظي بالكيس ده والسيرم اللي فيه، ممكن تستخدميه كمرطب مثلا لحد ما تخلصيه، او لو انتي مش عندك حبوب ممكن بعد ما تخلصي الربع ساعة هو محطوط على بشرتك ترجعيه تاني، او ممكن تستخدمي الكبسولة اللي هي الماسك الكبسولة وتحطيه في السيرم وتستخدميه تاني. هو الصراحة بيكفيني من مرتين لثلاثة، فهو حلو قوي. وبس اشوفكم على خير في الستوري اللي جايه ان شاء الله.